انا مي عادل من مصر، هقدم لكم النهارده طبق الجلاش باللحمه المفرومه من اطباق رمضان، وجنبه سلطه زبادي بالخيار والنعناع. دلوقتي احنا بنعمله جلاش، بس كل حاجه بيبقى ليها نكهه مختلفه وطعم مختلف بالمكونات اللي انت بتحطيها فيها. انا اكتشفتها هنا البان صفا، بتدي طعم مختلف للاكل غير اي حاجه تانية، بالذات شهر رمضان تلاقي فيه ريحه في الجو غريبه، تعرفي ان رمضان جه. لمه العيله، السفره، او زمان كنا الطبليه بقى والاكل بتاع جدتي والحاجات دي، كانت دي اقرب حاجه لينا، لان انا اتربيت بره العيله يعني في مدينه، وهي العيله كانت في قريه. احنا بنجيب اللي هي عجينه الجلاش جاهزه، زمان كنا بنعجنها وبنعملها وكده، بس دلوقتي الوقت السريع بنجيبها جاهزه، وبنحط طبقات رقات العجينه دي، ونحط الزبده، وفي نص العجينه بنحط اللحمه المفرومه المتعصجه، وبنقفل وبنحط حليب وبيض، بنضربهم مع بعض، وبنسقي الصينيه وبندخلها الفرن. دلوقتي هنعمل طبق سلطه الزبادي. هو معظم الاطباق المصريه بتعتمد 100% على السمنه البلدي. في وصفات بيقول لك لازم تحطي كريمه لباني او حاجه زي كده عشان تزودي دسامه الاكله وتبقى حلوه يعني. لا، انا ما بحطش كريمه لباني او اي حاجه، بس حليب صفا بيديني الدسم المظبوط لكل طبق. الاعداد والتقليد دي اهم حاجه، هي اللي بتوريكي ازاي تخطي الخطوه اللي جايه. تفكري قبل ما تعملي اي حاجه، اهم حاجه الاعداد والتقاليد.